الستات المصرية ستات بتعرف تتصرف، مفيش حاجة تقدر تقف قدامها ومفيش حاجة بتعرفش تعملها. الست المصرية اللي احترفت تصليح الدرجات لتربية 3 أبناء بعد ما ابنها أو بعد ما جوزها سافر ب6 سنين وبعدها اتقطعت أخباره. الست نادية أبو زيد بقت مشهورة جدا في مهنة تصليح الدرجات بين القرى المجاورة ليها، يعني برضو اللي بيدور يصلح على الدرجة بتاعته يروح عند الست نادية. ست نادية أبو زيد معانا على الهواء دلوقتي، نعرف منها رحلتها في الكفاح وازاي اختارت المهنة دي، مهنة تصليح الدرجات، وازاي ساعدتها المهنة دي في تربية ولادها. نعرف تفاصيل اكتر معانا على الهواء. بنصبح عليكي يا ست الكل. صباح الفل يا استاذ مصطفى، وازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. محمد استاذ محمد، صباح الجد ولا يهمك خالص. صباح الفل من محمد ومصطفى، مش بعيد يعني. صباح الناد وصباح زي الفل ان شاء الله، ونهاركم ابيض ان شاء الله. صباح الفل. نعرف كده بدايه بقى منك، ايه القصه وحكايه تصليح الدراجات دي جت ازاي؟ والله حضرتك اتكلم. اتفضلي قولي قولي. ماشي حضرتك. حضرتك وزوجي سابنا بقى له 8 سنين وما قدرتش اوصل، يعني ما قدرتش اصرف على اولادي. معايا 3، مصطفى ومحمود ويوسف. اتصلنا عليه يجي يسال على اولاده ولا حاجه، ما سالتش فيهم حضرتك. اصبح دلوقتي بقى ما فيش اي مجال غير ان انا اصلح عجله. ابني جاب لي عجله كده، قال لي يا ام اتفضلي كده اصلح العجله دي. قلت كفايه المفتاح، جه شمال يمين لغايه ما ربنا كرمني والحمد لله. جبت حضرتك واحدة واحدة الحمد لله، يا رب ربنا كرمني والحمد لله، بقيت أسأل على أولادي وأصرف عليهم. ومن هنا حاجة ومن هنا حاجة حضرتك، والحمد لله يعني. مرة أجيب كاوتشات، مرة مش عارف مرة صلحت عجلة كده، مرة صلحت عجلة كده حضرتك، والحمد لله يعني. بقالك كام سنة في الشغلانة دي؟ كده حضرتك بقالي بتاع 8 سنين. 8 سنين. بس مين كان بيشتغل الاول الشغلانه دي يا ست ناديه؟ يعني الاب، الزوج، حد من الاخوات؟ منين جات لك فكره العجل او الدراجات بالذات ان هي اللي تصلحيها؟ والله يا استاذه حضرتك، هو والله العظيم هي جت معايا كده، ان انا بقول يا رب اقف معايا، يا رب كرمني اساعد اولادي واربي اولادي. واخده بال حضرتك، ولا مديش ايدي لحد، ولا اخويا ولا لاخواتي ولا لاختي ولا لاي حد. والدتي الله يرحمها كانت بتساعد معايا في المصاريف، تقبض المرتب بتاع اللي هو المحسوب بتاع والدي الله يرحمه. تقول لي خد يا بنت اساعد معاك يا بنت، اقول لها يا امي معايا الحمد لله، بتقول لي لا يا بنت انا عارفه الظروف اللي انت فيها. هي بصراحه ربنا الله يرحمها ماتت وانا وشايله همي برضه، اقسم لك بالله. والحمد لله ماتت وراضيه علينا الحمد لله. تمام. طب ست ناديه، القريه اللي انت فيها اسمها ايه؟ اسمها الصنباط حضرتك. الصنباط دي تبع ايه؟ مركز ايه؟ محافظه ايه؟ محافظه الفيوم حضرتك. الفيوم. طيب محافظه الفيوم. شهرتك مش بس في القريه دي، لا ده كمان في قرى تانية بيروحوا مخصوص عندك في قريه الصنباط عشان يصلحوا العجل والدرجات. حضرتك بيجي يعني كذا بلد حواليا بيجوا، مسميني بقى حضرتك الحاجه فرنسا. الحاجه فرنسا اشمعنى؟ الرقم كمان ان هم مسميني الحاجه فرنسا كمان. اشمعنى الحاجه فرنسا يعني؟ ما حضرتك بقى الاستاذه عبله كامل. كامل طبعا، فنانه عبله كامل. الاستاذه عبله كامل شرم الشيخ واللمبي وكده. وانت لو تاخد بالك، لو تاخد بال حضرتك هتلاقيني يعني انا ما طولش نفس عبله كامل، بس الحمد لله يعني الحمد لله مقربه منها شويه ما شاء الله. الدنيا بقى اللي عملت معايا بقى كده الحمد لله. ده انت سكر وقمرين يا ست ناديه. طب قولي لي بقى، وانتي بقى وانتي بتصلحي العجل عندك عجل الايجار زي برضو في الفيلم ولا بتصلحي العجل بس؟ والله العظيم قولي لنا بقى. والله عندي ايجار العجل وباجر العيال والله العظيم برضو يعني. واخبارك بقى الولاد ايه؟ لما بيتاخروا بالعجله والله. قولي بقى، قولي قولي. لا والله بقول لهم هو بيبقى عندنا، يقول لي احنا عشان انت بتصبري علينا، انت ما بتتكلميش معانا في حاجه. اقول لهم يا جماعه سيبوا على الله، انا بعمل حاجه على روحي كده قبل ما اموت ولا حاجه، حد يرحم عليا ولا حاجه. ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك يا رب وسيرتك الطيبه. كل الناس بتقول الست ناديه دي اطيب واحده. الله يخليك. لا والله اسالي عليا، لو جيت دخلت البلد حضرتك هتقولي حاجه فرنسا، يقول لك ايوه انا وصلت لك ليها. ربنا يبارك فيك. حلو مشروع حلو كمان يعني، الدنيا تبقى لطيفه كده مع حضرتك ويبقى فيه مشروع. والله والحمد لله، والله الحمد لله بصراحة يعني. يا رب يفتح لك كل أبواب الخير وكل أبواب الرزق كده يا رب ليكي ولأولادك، وتشتغلي دايما دايما فيها.
يا رب. لو في اي حد بيضايقك بتتعاملي معاه ازاي؟ لو اي حد قال كلمه كده ما عجبتكيش، كلمه ايه الشغلانه دي، بترد عليه تقولي ايه؟ اقول له الله يسامحك، اقول له الله يسامحك، ما هو ده مجالي، انت بعمل ايه، هو ده اللي قدرت عليه، والدردشه انا كنت شغاله حضرتك في الحاجات المستعمله، الدواليب واوض النوم والكنب والحاجات دي، وبعد كده دخلت على الخياطه، وبعد كده دخلت على اللمسه اللي على النبي عليه الصلاه والسلام، على اللبس، واخد بال حضرتك، يعني تعبت اقسم لك بالله يا استاذ كتير كتير والله العظيم، والحمد لله. ربنا يديك الصحة يا رب. احنا متشرفين بيكي على فكرة، كلنا متشرفين بيكي. السيدة نادية أبو زيد أو الحاجة نادية أبو زيد، قرية الصنباط، محافظة الفيوم، اللي عايز يصلح أي دراجات هوائية أو عجلة أو حاجة يروح. احنا بنعمل إعلانات كده على الهواء جميلة، مش أحلى من الإعلانات دي؟ ربنا يا رب يقويكي ويفتح لك كل أبواب الخير والرزق.